للواقع، إذ أنها عملية شو خداع. فالتبرير عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعا للآخرين، حتى تبعد الأنا عن نفسها مشاعر القلق، مشاعر الإثم والامتهان، وتعتبر الشخصية النرجسية أكثر استخداما لميكانيزم التبرير. الإبدال يطلق على هذا الميكانيزم أحيانا التحويل لترانسفير أو النقل والإزاحة الديسبليسمنت، وهو من الأساليب اللاشعورية. يعني الميكانيزم هنا هو من أساليب اللاشعورية التي تلجأ إليها الأنا حتى تستكمل لعملية كبت. يعني طلعوا لاحظوا أنه الكبت في كل عملية دفاعية يظهر، لكل ميكانيزم دفاعي يظهر لنا المصطلح الكبت، يظهر لنا أنه كل هذه الميكانيزمات الدفاعية كان أساسها شو؟ هي كبت المشاعر أو الأشياء اللي بتمر، خبرات السيئة اللي بتميل الإنسان إلى كبتها، وهي تظلها تنتظر إلى إيه؟ أن تظهر في حالة وجود بيئة محفزة. كبت تلك الحفزات والدوافع الغريزية والمشاعر غير المقبولة التي تنذر بالظهور إلى مستوى الشعور، بما يؤدي إلى خفض مستوى القلق الذي يهدد الفرد. في عملية الإبدال تستبدل الأنا موضوع الانفعال، هنا عندنا الأنا تستبدل موضوع الانفعال أو ما يثير الانفعال بموضوع آخر أو مثير آخر. المشاعر اللي بترتبط بشخص معين أو موقف معين تحول إلى شخص آخر، هنا عملية الإبدال أو الإحلال نحو تحول المشاعر والاتجاهات إلى شخص آخر، شخص بديل. يعني بتم إبدال المشاعر مثلا اتجاه كأن يكره مرؤوسه أو يكره رئيسه أو يكره شخص معين، يستبدل هذه المشاعر بكراهية أشخاص آخرين، شخص بديل عبر غير الشخص الذي ارتبطت به هذه المشاعر والاتجاهات. فمشاعر العداء التي ربما يكونها طفل نحو أبيه وتشعره بالذنب فينكرها ويستبعدها أي كبتها، وقد تستبدل موضوعها الأصلي وهو الأب موضوع آخر بديل كأن يكره المدرس فيتوجه نحوه بالكراهية، ومشاعر العدوانية أو إلى المدير أو إلى شخص آخر إنه بحيث إنه يعبر عن مشاعره المكبوتة بالكراهية. ميكانيزم الإبدال مسيطر بدرجة كبيرة على سلوك بعض المرضى النفسيين زي حالات المخاوف المرضية الفوبيا. أيضا يستبدل انفعال الخوف الناتج أصلا مما كبت في اللاشعور ويتحول من موضوعه الأصلي إلى موضوعات أخرى. ممكن تبدو هذه الموضوعات بالنسبة للعاديين من الناس إنها تافهة وغير مخيفة وغير قلقة، لكن أصلا لا، كذلك في حالة بعض أعراض السلوك القهري مثل غسل الأيدي القصري يستبدل موضوع التنظيف بموضوع خارجي آخر، وهذا طبعا بيفسر السلوك القهري على أساس أنه مشاعر داخلية بالإثم والخطيئة توجه بصورة لا شعورية إلى موضوع خارجي، وهو أيدي المريض كنوع من الاستبدال مما يخفف القلق الذي يشعر به المريض والقلق الناشئ عن خوف الفرد من احتمال خروج هذه المشاعر. طبعا نيجي للبروجكشن، إسقاط، والمحللين النفسيين استخدموا ميكانيزم دفاعي الإسقاط، مصطلح الإسقاط ليصفوا، ليش استخدموه؟ عشان يصفوا به الطريقة التي يخرج بها الناس محتويات، يعني الناس عندهم محتويات في العالم الداخلي مكبوتة داخلهم أو بنيتهم أو عقل أو علاقاتهم، بيطلعوها بخرجوها بطريقة إيه؟ بسقطوها بطريقة إيه؟ الفرد حالات مزاجية، أن يسقط الفرد حالات مزاجية أو وجدانات، كأن يسقط ما في داخله إلى العالم الخارجي. طبعا هاملت عندما رأى العالم مسطحا وغير مفيد نتيجة لبؤسه مثل هاملت. ويختلف ميكانيزم الإسقاط عن ميكانيزم التوحد، تختلف التوحد عندنا قلنا تقليد ونمذجة وتبني أفكار الشخص، أما الإسقاط يختلف، هو إسقاط ما محتويات في عالمه الداخلي، حيث نجد أن بدلا من أن يضيف الفرد إلى نفسه شيئا ما عندما يتوحد أو يتغمص الفرد خصائص الغير، يحاول هان الفرد يحاول إلصاق عيوبه بالآخرين وإسقاطه إسقاط هذه العيوب عليهم. طبعا الإسقاط عندنا نوعان وعندنا عدة معاني متعددة، من بينها إنه أهم حاجة إنه عملية لا شعورية يقوم بمقتضاها بإلصاق نزعاته المستقبحة
ورغبات، يعني هو في داخله حاجات كريهة، حاجات مرفوضة، حاجات معيوبة، سمات شخصية غير مرغوبة، ويسقطها من داخله إلى إيه؟ إلى الآخرين بهدف خداع الأنفس. هنا الأنا تقوم عن طريقها بنسبة كل ما هو بداخلها من عيوب، من عيوب أو رغبات تنسبهم دنيئة تهددها وتشعرها بالضعف والإثم والألم إلى الآخرين، وتنكر وجود هذه الأشياء وتعترف فيها. أيضا هو عملية لا شعورية ينوم الفرد بمقتضاها، يعني عندنا لا شعورية تلاحظوا أنها لا شعورية، أيضا غيره من الناس والأشياء على أو الأشياء على فشله وقصوره. كثير ما يعلق الفرد أخطاء وفشله على شماعة، كأن يضع كل دائما رسوبه في الاختبار سببه فلان، فشله في الدراسة سببه فلان، فشله في العلم سببه مثلا أهله وأسرته. الإسقاط من الميكانيزمات الأساسية الذي يحكم لا شعوريا مرض البارانويا، الذين يتوهمون الاضطهاد والإذاء والضرر من الآخرين. أيضا بينما يفترض أن الرغبة في الإذاء هي من خصائص المرضى أنفسهم، لكنهم ينكرونها ولا يعترفون بوجودها. وطبعا بنكروها ليش؟ عشان يتجنبوا القلق ويتجنبوا الألم ويشعروا بالراحة النفسية. من هذه المعاني بتضح إن أنه هناك معاني مختلفة للإسقاط، أنه عملية تشويه أو مسح للواقع، كان خارجيا تمثل في الأشخاص أو الظروف أو الأشياء أو تصرفات الآخرين، أو إن كان يعني إنها خارجيا أو إن كان داخليا لكيان الشخص ذاته وصفاته ومشاعره، وهو يحول بين الفرد والرؤية الموضوعية لهذا الواقع. هذا الكلام بترتب عليه مثلا إفساد علاقاته الاجتماعية بزملائه وأقرانه والمحيطين به. طبعا نظرا لفعالية ميكانيزم الإسقاط وكفاءته في تشخيص المشاعر والاتجاهات والدوافع الحقيقية والجوانب اللاشعورية، قد استخدم كأساس لبناء أدوات دراسية دراسة الشخصية، مما يعرف بالإيه البروجكتيف تيست، الاختبارات الإسقاطية. أيضا منها اختبار بقع الحبر لروشاخ، وتقوم فكرة هذه الاختبارات على تقديم مثيرات غامضة وصور وأشكال، ويقوم الفرد بإيه؟ بإسقاط جميع مشاعره وما في داخل مشاعره وتحليل أو تفسير لهذه الصور. النقطة البعدة من ميكانيزمات الدفاع هي النقوص، وهو أسلوب أيضا لا شعوري الأنا بتلجأ إليه عندما تحس بالتهديد، بالتوتر، بالخوف من الفشل، خوفها من مواقف والأزمات والصراعات. وهذا النقوص بتمثل في ممارسة الفرد بعض الأساليب أو العادات أو السلوكيات السلوكية اللي كانت تميزه في مرحلة من مراحل العمر السابقة، كأن يحن إليها ويعود إليها مرة باحثا. هو يشعر هان بالقلق والتوتر، فهو يعود إلى مراحل سابقة من حياته باحثا عن إيه؟ عن الأمان والأمن والشعور بعدم القلق والتوتر والإحباط. والطفل مثلا كأن ينقص إلى سلوكيات مص الإصبع ويشعر أنه بالأمان في هذا، أو يعاود التبول اللا إرادي، ومس الإصبع بتذكره بحالة الرضاعة من الأم أو النومة الجنينية، ينام هيك ململم على بعضه خوفا من إيه؟ محاولة خوفا من القلق والتوتر الموجود لديه، ومحاولة إلى إيش؟ إلى العودة إلى الأمان والاتزان النفسي. أيضا أحيانا ممكن المراهق يقوم بأساليب بدائية كالبكاء والعويل، قضم الأظافر، كمان أشكال من أشكال النقوص اللي بنوجدها ببعض المسنين في شيخوخوتهم، الإسراف بمظهرهم الخارجي، تقليد الشباب، الزوجة الشابة التي تواجه صعوبات توافقية مع زوجها تذهب إلى أسرتها لتلتقي بوالديها، حيث تجد الحماية والرعاية بدلا من اتباع السلوك التوائمي للتكيف مع زوجها في حياتها الجديدة. علماء النفس هنا رأوا أن النقوص من أهم أسس الاضطرابات النفسية والعقلية، وأنه يحدث نتيجة التثبيت على ما لم يتم إشباعه عبر مراحل النمو النفس الجسمي اللي تكلم عنها فرويد في المحاضرات السابقة تكلمنا عنها. هناك علاقة بين النقوص والتثبيت قائمة، إذ النقوص يتضمن وجود نقطة معينة من في تطور الفرد ثبت هذا عندها الإشباع الغريزي، وهي تسمى نقطة التثبيت.
وكلما أصبح الإشباع محالاً في المستوى الأعلى عاد الفرد إلى هذه النقطة. أيضاً النكوص يتضمن وجود حرمان من الإشباع في الوقت الراهن، وأن الإشباع هذا مسؤول عن ارتداد الليبيدو إلى مرحلته السابقة التي تحقق إشباعاً نكوصياً. بالرغم من أنه هذه العملية بتجنب الإنسان لأن الشعور بالقلق، إلا أنها تعوق عن النمو، وتظهر الحالات القصوى في النكوص في الاضطرابات العقلية، وخاصة السيكيزروفينيا. أما النكوص والتثبيت في الاضطرابات العصبية يكون مرتبطا بالمرحلة الأدبية، وهي أحد مراحل النمو عند فرويد.